10 شابات و30 شاب. قافله البرنامج مرت على 11 المدينه المغربيه، لكن هما ب40 بهم كيمثلوا 17 المدينه ونواحيها: العيون، مراكش، تحنوت، اسفي، الدار البيضاء، الرباط، مكناس، عين اللوح، فاس، إيموزار، اليوسفية، سيدي يحيى، وجدة، الصويرة، برشيد، طنجة، تطوان والحسيمة. الإقصائيات غادي يبداو اليوم أعزائي المشاهدين. جينيريك. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين متتبعين القناه الثانيه، سواء من هنا داخل المملكه المغربيه او خارجها عبر الفضائيه دوزيم موند. 10 ديال الفئات، فائز في كل فئه من بعد اسابيع من العمل والمنافسه، واللي غيفوزوا من هاد المتعلمين الصناع التقليديين غيفوزوا بدرع صناعه بلادي الجيل الجديد. فكنتمنوا لهم كاملين التوفيق. حاضرين معنا اليوم في البلاطو المتدرجين ديال مركز التدرج المهني بامزميز، حاضرين معنا ايضا المتدرجين ديال التدرج المهني لمراكش، وايضا بعض خريجين وخريجات معهد فنون الصناعه التقليديه مراكش. حاضرين معنا ايضا فائزين الدوره الاولى من صناعه بلادي الجيل الجديد، وايضا حاضره معنا المجموعه الاولى واللي كتكون خمسه فئات: المنتوجات النباتيه، الخشب، المعادن، الجلد، والابداع. إذا غنطلب من الجمهور كامل يجلس إلا المجموعة الأولى. دوزتوا معنا أسبوع من العمل مع المؤطرين، لحظات وغادي توقفوا أمام لجنة التحكيم وتقدموا المنتوج ديالكم. هذا المنتوج هو اللي غادي يقرر شكون فيكم اللي غادي يبقى في المسابقة وشكون غادي يغادر صناعة بلادي الجيل الجديد. لكن قبل نبغيكم ما تنساوش جوهر المسابقة، وهو أن المهم ماشي هو تربحوا، المهم هو نتعلموا. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى، يمكن لكم تفضلوا. أما بالنسبة للمجموعة الثانية، فالسؤال اللي كتسألوا أعزائي المشاهدين هي فينا هما؟ نمشي نشوفوا الورشات، ونبدأ بالورشة الأولى واللي هي الزربية. إذا كنشوفوا المتعلمات صناع التقليديات مع المؤثرات ديالهم. الفئة الثانية فئة الفخار كينتظروا التحدي مع المؤثر ديالهم. نمروا الى الفئه الثالثه الزليج، والفئه الرابعه القبس. اذا التحدي كينتظرهم لحظات قليله وغيفتحوا المؤثرين اضرفه التحدي. وندوزوا الى الفئه الاخيره فئه الخشب في فن المعمار، تحدي جديد ينتظر المجموعة الثانية، غادي نكتشفوه جميعا بعد مع المؤطرين ديالهم بعد ما يفتحوا أضرفة التحدي. إذا دقائق قليلة وغادي توقف هذه المجموعة الأولى أعزائي المشاهدين أمام لجنة التحكيم. فئة المنتوجات النباتية هي اللي غادي نبداو، لكن كيفاش مرات السيمانة الأولى ديال المسابقة العمل في الورشات؟ شوفوا بالصور. هاد لي جور لي جايين كي غادي تصوبوا ان كوفر، نشوف العبار. نطلب منكم هاد الاسبوع باش تصوبوا واحد العلبه باش تكون نهايه صحيحه. اللي كنركز عليه القلات. الاحساس ديالي المسابقه الحمد لله غاديه مزيان، والحمد لله بدينا في البروجي اللي عطاونا. النقطه الثانيه خصو يكون لنا شي حاجه، وحنا ما بغيناش هذا الشيء يوقع في لونتخي. كلشي تيديرو كان شويه تاع ديكتي الضغط، فهمتيني ان الوقت ما تيرحمش، خصك تجي توعد البروجي في 32 ساعه. مطلوب منكم اليوم تحطوا فيهم الادوات كاع الادوات ديالكم تاع الخدمه ديال العمل ديال اللي غادي خصكم ترجل لمبه ديالكم الاختيار. مزير لي قلبي ومزير عليا
راسي ما بقدرتش ندير باقي شي حاجه ولا نمشي لا تولي ولا حتى شي حاجه، وليت كنخطو ننسى. اول فئه المنتوجات النباتيه، انتم ملونين غادي توقفوا امام لجنه تحكيم هذه الفئه اللي كتكون من الخمسه اعنان سيدي يحيى وجده، الشهب محمد الدار البيضاء، درار وفاء فاس، والخالدي يونس من الدار البيضاء. تفضلوا معايا. فئه المنتوجات النباتيه هي اول فئه غتوقف امام اللجنه في الدوره الثانيه في صناعه بلادي الجيل الجديد. هذه المجموعه جوج المشاركين عليهم ضغط خاص، محمد الشهب حيت فقد البصر ديالو، ويونس الخالدي حيت خوه فاز في صناعه بلادي في نفس الفئه العام اللي فات. انتما الان امام لجنه التحكيم، لجنه التحكيم اللي كتكون من صناع معلمين واللي كنعتبرهم ارث حي، يمتلكون خبره فريده موروثه من جيل لاخر، ارث ينتقل دون ان يفقد اصالته. نتمنوا ان تورثوا حتى انتما هاد الصناعه ديالهم. الرئيس اللجنة سي أحمد الصبي واللي تعرفتوا عليه وكتعرفوه من السنة اللي فاتت، سليمة النجي مهندسة معمارية ودكتورة في الأنثروبولوجيا، ومعلم المنتوجات النباتية سي سرغيني عبد العالي اللي أيضا كان معنا الدورة الأولى وكتعرفوه. إذا غادي نبداو بأول متسابقة، الخمسة أعنان ممثلة سيدي يحيى وجدة، غتهزي المنتوج ديالك وغادي تقدميه أمام لجنة التحكيم. الخمسة عندك 30 ثانية باش تدافعي على المنتوج ديالك، تفضلي. بالا العلبة اللي عطاونا باش نخدموها باش من الاثنين حتى الجمعة باش نوجدوها، انني انا الخدمة اللي كنخدمها هاد الخدمة تاخذني الوقت بزاف وخصها الوقت، وخدمتها والحمد لله كانت منها من لجنة التحكيم باش تقل على داك الشيء اللي درته. شكرا. شكرا الخمسة، خليك لجنة التحكيم الا بغيتو تشوفوا المنتوج. كنذكركم اعزائي المشاهدين بان لجنه التحكيم عاد كتكتشف المنتوج لاول مره، ما عمرهم ما شافوه. من بعد غادي يمشيو للقاعه، الاسئله ديال اللجنه على ما توليو عفاكم الاماكن ديالكم. كما قلت لكم اعزائي المشاهدين اول مره كيكتشفوا اللجنه المنتوجات، مازال غادي يمشيو للقاعه باش يتناقشوا ويتذكروا على المنتوجات. اسئله الى عندكم تفضلوا. انتياب الجبري ولا غير هكاك؟ كان طيب الحلفة وكان لا واحد واش درتيها في قالب ولا غير هكاك؟ لا غير هكاك، طولنا 20 ماشي مرة الأولى اللي خدمتي حلفة؟ لا دائما كنخدمها ولكن خصها الوقت بزاف. شكرا الخمسة، يمكن لك ترجعي المنتوج ديالك. وغادي نمروا دابا للسي محمد الشهب. المنتوج ديالي هو عبارة عن بواطة متعددة الاستعمالات، ممكن المرأة تستعملها لجمع الأدوات ديال التجميل ديالها، والكليان اللي غادي ياخذوه هو اللي كيقدر يحكم عليه فين غيحطو حيت متعدد الاستعمالات. يعني استغرق لي مدة الوقت 3 أيام باش كملتو، وكنتمنى من لجنة التحكيم والمشاهدين الكرام باش يوافقوا عليه إن شاء الله. شكرا سي محمد. اللجنة يمكن لكم إذا بغيتوا تفحصوا المنتوج. اللجنة مازال غادي يكون عندهم الوقت باش غادي يمشيو يتناقشوا باش يشوفوا المنتوجات على خاطرهم. سي محمد واش تيعاونك شي واحد باش تتوجد هذا الشيء ولا هي بوحدو؟ محمد الشهب واخا فاقد البصر عنده موهبة كبيرة، ولكن كيخصو المساعدة خصوصا في العبارات. هادشي علاش كانت المعلمة أولا كتعاونو، وحتى أصدقائه من بعد بداو كيعاونوه وكيعطيوه العبارات اللي غيستعملها. يعني أنا ملي كنبغي نخدم ضروري خصو يكون عندي الكباري، إلا كنت غنخدم البياسة أول مرة يعني ما عمري خدمتها كندير الكباري في القالب في الوسط ديالها وكنخدم. بالنسبة للمساعدة اللي كتكون ديال الإنسان هي بحال إلا بغي يقدم لي إلا بغي يعطيني السلعة باش غنخدم. اما من ناحيه المساعده يعني هذا هو المساعده اللي كيساعدوني. مثلا بين حتى 20 سنتيم حيت انا بالنسبه لي انا مكفوف ما يمكنش لي غادي نشوف العبار، يعني كيعطيوني مثلا بين 20 سنتيم كيعبر واحد مثلا العود او الخيط في 20 سنتيم كيعطي لي كندير في الجيب ديالي هو اللي كنبقى كنعبر به حتى كنكمل البياسه ديالي. وبالنسبه للفينيسيون انا اللي كنديرو. بالنسبه الى كانت عندي بغيت نخدم شي اله حاده مثلا بحال اله كهربائيه بحال النجاره وداك الشيء ضروري الانسان خصو يكون يشوف. طيب شكرا سي محمد الشهب، يمكن لك ترجع للمكان ديالك.
وغادي نمروا دابا للمتسابقه الثالثه فئه المنتوجات النباتيه. اول فئه كتوقف امام لجنه التحكيم. التحدي كان عندهم اقصائي يوجدوا منتوج ويعرضوه امام اللجنه. المتسابقه الثالثه درار وفاء ممثله مدينه فاس، تفضلي. بالنسبه لهذا المنتوج هو عباره عن بواطه كيستعمل بزاف ديال الحوايج، مثل كيتصوب كيداروا فيه سريبتات، و كنتمنى من لجنه التحكيم انها تكون عند حسن الظن ديالها. شكرا وفاء. لجنه التحكيم يمكن لكم الى بغيتوا تفحصوا المنتوج، تفضلوا. شكرا. اول فئه المجموعه الاولى اللي كتعرض المنتوجات. شحال من ماده مصوبه هذا؟ اللوزي. ها؟ اللوزي ولاموان والشرط. وخداك بزاف ديال الوقت. لحقاش اول مره خدمت كاريام. وفاء درار طيله الاسبوع كانت كتشتكي من انها ما عمرها خدمات منتوج على شكل مربع، هادشي خلق ليها بعض التوتر، لكن دارت ما بجهدها باش تصاوب المنتوج اللي تطلب منها ونجحت في الماموريه. شكرا وفاء. وغادي نمروا للمتسابق الرابع والاخير في هذه الفئه المنتوجات النباتيه، الخالدي يونس ممثل مدينه الدار البيضاء. اخ الخالدي عادل واللي كان فاز معنا في الدوره الاولى بافضل متعلم صانع تقليدي في المنتوجات النباتيه، عندك 30 ثانيه باش تدفع المنتوج ديالك، تفضل. تفضل. صوبت بواطه عباره هي متعدده الاستعمالات، ما غاديش نهضر عليها لحقاش هما عطاونا نفس البواطه، اذا نفس التخصص كاملين. غنهضر على لي ماتيير، استعملت واحد ثلاثه لي ماتيير، روزي وروتان هما اللي بازيت عليهم. بالنسبه روزي حيت قاصح شويه غادي يعطيني العبار ديالي يعني كاري، ما غاديش يدور ليا. واستعملت روتان لحقاش هذا الشيء بغي يدور ليا تيترس، استعملت روتان حتى رطب باش يعطيني تقريبا القنت باش يمشي مقاد. وانا خدام بنت ليا الاخت تخدم بها هذا ديال الحلفه، اول مره غادي ندخل الحلفه في شي حاجه اخرى، ولا ندخلها هنا كديكور، دخلتها كديكور. شكرا خالدي يونس. الجمهور وانتهت 30 ثانيه، يمكن لكم تفضلوا لجنه التحكيم بغيتوا تفحصوا المنتوج. دخلت خالدي يونس اللي عليه واحد الضغط كبير، لان الاخ ديالو قال لي هو بان فاز الدوره الاولى فهو خايف، لكن حنا دابا يلاه في البدايه اول مره غيوقفوا امام لجنه التحكيم، ولجنه التحكيم هما اللي غادي يعطوا القرار، هما اللي غادي يقرروا شكون غيغادر وشكون غيستمر في مسابقه صناعه بلادي الجيل الجديد في دورتها الثانيه. على كل حال انا بالنسبه لي ان هذا الخليط ديال المواد الاوليه التي استعملتي شيء مهم جدا بالنسبه لهذا العمل ديال النباتي، لانه هو موجود في كل المناطق المغربيه، وبالتالي تعطي واحد الرونق جميل لهذه العمليه. اذا شكرا لجنه التحكيم يونس، يمكن لك ترد المنتوج ديالو. هذا اعزائي المشاهدين بالنسبه للمجموعه الاولى، فاليوم الفئات الخمسه اللي كيكونوا هذه المجموعه غادي يوقفوا هنا في قاعه الحكم امام لجنه التحكيم، لكن المجموعه الثانيه فكيفاش دوزوا اول اسبوع ديالهم من صناعه بلادي الجيل الجديد؟ نشوفوا بالصور. المشاركين ديال المجموعه الثانيه بداوا الاسبوع ديالهم بالماستر كلاس. انا كنت كوتش ذاك العام في الزربيه، دونك السيده مهندسه معماريه اوسي، عندكم واحد السيده مهندسه معماريه غادير لكم الزربيه، دونك اللي غنخدموا الزربيه، والسي الغريسي فيه دوبل كاسكيت حيت هو معلم ومصمم. فايونس ولا زليج هو كيف ما كان الحال هو طين، فما حتى شي حاجه ما كتمنعنا اننا نرسموا فوق منه. ماشي غير غادي نجي ونقول انا عندي الابداع، غادي نخلق واحد الشكل، حتى ذاك الابداع وذاك التصميم الجديد وذاك حتى هو راه عنده واحد اللي غايقل. هاد الدروس النظريه غتساعد المشاركين على صعود مركب صناعه بلادي الجيل الجديد، وفي حوزتهم معلومات قيمه وتقنيات واساليب جديده كياخذوها على يد مصممين معروفين بالكفاءه. اليوم الموالي كانت الوجهه الاولى هي تمسلوحت، فين تعرفوا المشاركين على طريقه جديده لصناعه الفخار. احنا دابا تنتواجدوا في اشهر منطقه
نواحي مراكش ديال صناعه الخزف، هي طام صلوح. من بعد مصلحة المشاركين انتقلوا للمدينة القديمة ديال مراكش فين اكتشفوا إبداع الصانع التقليدي المغربي. هذا الأسبوع كذلك المجموعة الثانية كان عندهم موعد مع تحدي الأسبوع واللي ما كانش إقصائي بالنسبة لهم، وكان مرتبط بالزيارة ديال تمصلحة المدينة القديمة ديال مراكش. بعد زيارة مراكش البارح أثرت لي شفنا البارح، غادي نديروا واحد التمرين اللي هو الشماشية. عندنا جوج يعني ديال اللوالب وحنا اربعه، ممكن انت تختار شي حد اللي يخدم معاك بحال من مثلا. اذا انا كنقترح عليك انك غادي تخدم مع ماجده، وفريج غادي يخدم سميتو باش نخلقوا شويه ديال روح التعاون. هذا بالنسبة للمجموعة الثانية، الأسبوع الأول من مسابقة سنعس بادي الجيل الجديد. المجموعة الثانية اللي دابا غادي يكون عندهم واحد التحدي غادي نعلنوا لهم دابا في الورشات ديالهم. إذن المجموعة الثانية في الورشات غادي نبدأ بفئة الأولى، فئة الزربية. غادي نعطيك نادية الحلو تحدي وغادي تقوليه المتسابقات. تحدي هو عبارة أنهم يخدموا بشكل جماعي بربعة بهم على منتوج واحد واللي هو لوحة فنية على شكل زربية يستخدموا فيها المواد اللي معودين عليها وأيضا مواد أخرى جديدة. تفضلي علني لهم على تحدي وغادي نمروا للفئة الثانية، فئة الفخار سلغريسي. المطلوب منهم هما انهم يقوموا بصنع منتوج مغربي تقليدي واللي هو البراد. هاد التمرين يقدروا يديروه بالدور ولا غير بيديهم، هو تمرين غادي يقوموا بشكل جماعي فيه، يعني يخدموا فيه باربعه بهم. غتعلنهم نتايا على التحدي ونمشي انا نشوف الفئه المواليه، فئه الزليج. فئه الزليج فالتمرين اللي غادي يقوموا به هو انهم غادي يشتغلوا على موضوع واحد واللي هو يصوبوا باربعه بهم شجره ديال الزيتون. أيه. بالاغصان ديالها بكل شيء. اييه اذا تفضل فسر لهم التحدي وغادي نمروا دابا لفئه القبس. فانتم المطلوب منكم نفس التمرين بالنسبه للزليج، وهو انكم تصوبوا شجره ديال الزيتون بالاغصان ديالها بربعه بكم. اذا غادي تعلنهم نتايا على التحدي على ما انا نمشي الفئه الاخيره من المجموعه الثانيه واللي هي فئه الخشب في فن المعمار باش نعطيهم التمرين. إذن التمرين فهو التمرين هذا بالنسبة لها ثلاثة ديال الفئات الزليج خشب معماري والقبس، وهو يصوبوا شجرة ديال الزيتون. دابا حنا مع الإخوان ديال العود. غادي تشوف غادي نخليك سمية جلال ميكو تفسر لهم التمرين ديالهم وتبداو في التحدي. إذن غنعلن عن افتتاح تحدي بالنسبة للفئات بخمسة ديال المجموعة الثانية، وغينطلق العداد. قبل ما تسالي الحلقة خاصكم تورونا المنتوجات اللي صوبتو. اذا حاد سعيد، وغادي نمشي انا نشوف الفئه الثانيه من المجموعه الاولى اللي غادي تمشي توقف امامها لجنه التحكيم، هي فئه الخشب تحت تصفيقاتكم. لكن قبل انتما اعزائي المشاهدين نخليكم مع اشهار. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ومرحبا بكل الناس اللي عاد التحقوا بنا في مسابقه صنعس بلادي الجيل الجديد في دورتها الثانيه. المجموعه الاولى اليوم غتوقف امامها لجنه التحكيم، المجموعه الثانيه امامها تحدي جديد في الورشات. الفئه الثانيه كتنتظرني فئه الخشب باش غادي تدخل توقف امام لجنه التحكيم. اربعه ديال المشاركين فئه الخشب من اربعه المدن المختلفه في المغرب كيحاولوا اليوم يقنعوا لجنه التحكيم بعد اسبوع ديال الاشتغال واللي كانت فيه بعض المشاكل بين شي مشاركين فئه الخشب وحتى مع فئات اخرى. فئه الخشب
نضاف الى اللجنه سي خالد السايب واللي تعرفتوا عليه في الدوره الاولى من مسابقه صنعة بلادي الجيل الجديد، صانع معلم حرفي فئه الخشب. وغادي نبداو باول متسابق صفوان بوعزه مدينه تطوان، ياخذ المنتوج ديالو ويقدمه امام لجنه التحكيم. صفوان عندك 30 ثانيه. السلام عليكم. هذه عباره عن كونسول كوافوز ديال الدخله ديال باب الدار. هذه مرايه مصوبه من خشب ديال اليوم، وعندي لاباس ديالها على حسب نصف الدائره والمثلث. شكرا صفوان. لجنه التحكيم، اذا كان عندهم اسبوع باش يخدموا على المنتوجات ديالهم كيف ما كتشوفوا. اذا لجنه التحكيم غادي يكون عندكم الوقت من بعد باش تقلبوا المنتوجات على خاطركم الان، غير باش تكتشفوا المنتوج وفي نفس الوقت تاخذوا واحد النظره. اذا شكرا صفوان، يمكن لك ترد المنتوج ديالك وتلتحق بالمكان ديالك. وغادي ننادي دابا على المتسابق الثاني الورد سعيد ممثل مدينه برشيد. تفضل خذ المنتوج ديالك وقدمه امام لجنه التحكيم. سي سعيد عندك 30 ثانيه باش تدفع المنتوج ديالك، تفضل. السلام عليكم. هذا المنتوج ديالي عباره كونسول على سميتو كيكون في الدخله ديال الباب بالنسبه لسميتو بالنسبه ل من ديال من ديكوراسيون بالنسبه لسميتو الا كانت عندك شي حاجه في الجيب ديالك تحطها فوق منه، بالنسبه لسميتو بحال مثلا شي فاز تحطها فوق منه. شكرا. اذا شكرا سعيد، يمكن لكم بالسرعه الا بغيتو تاخذوا فكره على المنتوج. شدي هذاك ما عندنا ما نقولوا، يمكننا من دابا ناخذوها ونحطوها ونبيعوها كاع في السوق علاش لا. شكرا سعيد، يمكن لك تفضل. وكنادي دابا على حمادي محمد ممثل مدينه مكناس فئه الخشب المجموعه الاولى باش يحط المنتوج ديالو امام لجنه التحكيم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عباره عن قنصله كتكون في الدخله ديال الباب، درناها مزير هنايا. ممكن بنادم يدير سويته ديال الطوموبيل ولا الوريقات، ممكن يدير واحد المرايه هنايا باش يشوف حتى رجليه اذا كان خارج ولا شي حاجه على الصباط وعلى داك الشيء. الرجلين اللي درتي هذوك اللي مدورين، علاش من جات لك الفكره وعلاش درتيهم؟ درتيهم غير على الماء باش الا كان الماء ولا شي حاجه ما كيميقيش هذا الخشب ديال الليو، فاش يقيس ذاك الليو كي هما بالميكا ياك؟ هما بالميكا. شكرا حمادي، يمكن لك ترجع للمكان ديالك. وغادي نمروا المتعلم صانع تقليدي الرابع في هذه الفئه محمد المدن ممثل مدينه الصويره، تفضل محمد. اذا سي المدن عندك 30 ثانيه باش تدفع المنتوج ديالك، تفضل. السلام عليكم. هذا المنتوج هذا عباره على الكونسوله كتكون في الدخله ديال الباب ديال الدار، وكيكون كتحط فيها جميع المسائل. يعني واخا اول مره كنصايبها كنتمنى نكون عند حسن الظن لجنه التحكيم وعلى المشاهدين الكرام، وشكرا. شكرا سي المدن، كلكم اللي بغيتوا تشوفوا عن قريب كلكم تفضلوا. انا شخصيا في كل مره كنتفاجئ المنتوجات نتاع المتعلمين تقليديا صراحه تقال. علاش ما خسرتيش دير مجير ودرتي داك الباب اللي كتحل بهاك الطريقه؟ يعني نديروا هذيك الباب تختل الخدمه شويه. شكرا. اذا شكرا الفئه الثانيه، شكرا لجنه التحكيم. فصناعه بلادي الجيل الجديد هي الصناعه التقليديه، والصناعه التقليديه هي التعامل مع الاخر، المعلم مع المعلم، المعلم مع المتعلم، المتعلمين بيناتهم والمعلمين بيناتهم. هذا الاسبوع الاول كان مليء بالعواطف والتبادل في فندق دوار الهنا بين المتسابقين. نشوف الصور. بموازاه مع التنافس والتباري، صنعت بلادي الجيل الجديد فرصه للتعارف والمشاركه. فالمشاركين كيعيشوا أجواء من الاقتسام والمرح بيناتهم.
صافي ولكن نتمنى واحد. إذا نمشي ونشوفوا المجموعة الثانية مع التحدي ديالهم في الورشات. المجموعة الثانية نبداو بالفئة الأولى، فئة الزربية. فكيف ما كتشوفوا المتعلمات خدامين، المؤثرين ديالهم عمل جماعي، خصهم يتعاونوا بربعة بهم باش يصاوبوا لنا لوحة فنية. فنخليوهم خدامين تحت الضغط بطبيعة الحال، لأن خصهم يوجدوا لنا هذا المنتوج قبل ما تنتهي الحلقة. وندوزوا للفئة الثانية، فئة الفخار. إذا بداوا الخدمة، خصهم يصاوبوا لنا منتوج مغربي تقليدي واللي هو براد. عندهم الحق يستعملوا الطور ولا يخدموا غير بيديهم. ونمروا للزليش واللي خصهم يصاوبوا لنا شجرة ديال الزيتون من الزليج بالأغصان ديالها. ما نعرفوا شي يقدروا يديروا فيها الزيتون ولا لا، الزيتون بالزليج علاش لا. ونمشي نشوفوا القبص، المتعلمين خدامين، المؤثرين حاضنهم، وحتى هما خصهم يصوبوا لنا شجرة الزيتون. ندوزوا الفئة الأخيرة، الخشب في فن المعمار، حتى هما خاصهم يصوبوا شجرة ديال الزيتون. فالخدمة ديالهم غادة، أنا ما نقول لهم غير الله يكمل كل شيء بخير. إذا نخليو المجموعة الثانية خدامة، بينما أنا أعزائي المشاهدين غادي نمشي نلتحق بفئة الجلد واللي كتسيني له قبل ما يدخلوا أمام لجنة التحكيم. على العموم أسبوع اشتغال فئة الجلد داز مزيان، مع دفش عادل حرق الحقيبة ديالو وخد عليها درس من عند المؤثر، ولكن استطاعوا المشاركين يكملوا الخدمة على منتوجاتهم. نتمنوا لهم التوفيق. نضاف لجنة التحكيم الحاج عباس حازم، معلم صانع تقليدي مغربي، فئة الجلد. الفئة الثالثة واقفة قدامكم، غادي نبداو بأول متعلم صانع تقليدي ممثل مدينة مراكش عادل القروم. قدم المنتوج ديالك أمام لجنة التحكيم. المنتوج ديالي عبارة عن كلاسور، إلا حلينا الكلاسور تلقاو جوج جوان، الجهة الأولى مختصة بمخصصة الوراق والمسطرة والستيلو، الجهة الأخرى بليزوتيل والباتروناج ديالي. وأنا درت عبارة عن كلاسور حيت ولات الارتيزانات بالمعايد، تنقراوها في المعايد، وعلاش تنقولوا طالب غادي للكلية، علاش ما نقولوا حتى حنا الصانع التقليدي غادي للمعايد حتى هو. شكرا عادل. لجنة التحكيم كلك معلم، إلا بغيتي تشوف تقنية باش تعامل مع هذا الشاب. تفضل معلم. يعني شحال صغر قليك ديال الوقت باش صوبتيه؟ 3 أيام ونص. شحال؟ 3 أيام ونص. شكرا سي عادل، يمكن لك تفضل. وغادي نمروا دابا لأنس العسفاني ممثل مدينة مراكش باش يقدم المنتوج ديالو أمام لجنة التحكيم. سي أنس 30 ثانية باش تقنع. المنتوج ديالي عبارة عن كارطابل ديال الماتريال، يمكن يخدم بها صنيعة الجلد، يخدم بها تريسيان، بلومبي، أي واحد يمكن يخدم بها كتحل هاك. يجي لي ماتريال ديالو هنايا، ستيلوات هنا، هنا السنتيم باش ما يتحلاش. ثاني ماتريال اخرين هنايا، وفرت ليه جميع الطرق من باش يهزها، يمكن ليه يهزها هكا، يمكن ليه يهزها هكا، لكن خدام واقف خدام. اذا انتهى 30 ثانيه ديالك انس. اين جلد استعملتي باش صوبتيها؟ شلت معز.
شكرا. لجنة التحكيم يمكن لكم بس هذه التفكير ديالك وليدي من يعني مصمم الفكر ديالك بمساعده المؤتمر مساعده المؤتمر ترك الجانب التقني يعني هذا جلد ديال الماز هذا. أنس حاول يخرج كل ما عنده هذا الأسبوع. المعلم والمصممة ديال الفئة أطروه وعطوه الموضوع علاش غيخدم، ولكن التطبيق ديال الموضوع والفكرة ديال كي غيكون المنتوج كتبقى ديال أنس. بالتوفيق. وكل أيام خدمة بليد ما فيهاش لا ما فيهاش الماكينة. بس. يعني هما كان عندهم نفس التمرين بربعة بهم محفظة ولا شكارة ولا. يعني لا عندك شي ملاحظة عاودوا نقولوها للأخ. إيوا كان عندك الجهاد ديالك لابسة به. وحاولوا باش بالنسبه لهذاك العمل اليدوي باش يكون متقن واحد شويه على هذاك لانه كان بعد هذه الخياطه هي خصك تصغر هذو التدريبات واحد شويه لانه جا واحد شويه هذيك الداء هاي البسطانيات راه غير حاول راه منتوج شي باس ما فيه. شكرا انس عسفاني، خذ المنتوج ديالك وغادي نطلب دابا من المهدي العوني ممثل مدينه مكناس يقدم المحفظة ديالو ويتقدم أمام لجنة التحكيم. يكون المنتوج ديالي عبارة عن ساك ديزوتيل، حاولت نبتكر فيه وجبت هذا الموديل هذا من دماغي ما عمري صاوبتو، وتبعت الموضوع اللي عطاوني هما وحاولت نجبد داكشي اللي عندي وخرجته هنايا، ونتمنى يعجبكم الموديل ديالي. شكرا مهدي. معلم إلا بغيتي تشوف بس شوف الجانب التقني شكرا المهدي العوني وغادي نمروا. خذ المنتوج ديالك ما بغيتيش. ونمر الى المتسابقه الرابعه ممثله الاقاليم الصحراويه مدينه العيون يارا رفيعه، قدمي المنتوج ديالك امام لجنه التحكيم. تمرين اجباري، فالمؤثرين اللي جبروا عليهم انهم يصوبوا بربعه بهم شكيكيره ولا محفظه ولا كما بغينا نسميوها. يارا عندك 30 ثانيه باش تقنعي لجنه التحكيم. السلام عليكم. اول شيء انا بعد نشكر، عندي بعد شرف كبير اني واقف قدام هاي اللجنه، لجنه التحكيم. بالنسبه للموديل ديالي هو عباره عن ساك تستعمل المراه في اطار مصنوعات الجلديه، ترفد فيه الماتريال كامل. استعملت فيه مجموعه من الديسان، يمكن المراه ترفده على متعدد الالوان، في جميع الالوان يمكن المراه تلبسه مع اي شكل. شكرا رفيعة. لجنة التحكيم معلم لو بغيتي تمشي تشوف. السلام عليكم. هذا المادة المصروف ديال الانتاج شنو شنو المادة؟ مازي هذا؟ جلد بلدي. جلد بلدي مازي. إلا يمكن لكم تخليوا الأسئلة ديالكم عافاك على ما ترجعوا للمكان ديالكم. أنا غادي نسول سليمة. سليمة بحال هكا كيعجبك يكون عندك تاخذيه تخرجي به؟ غير بغيت نسولك على اللون اللي اختاريتي. كنعرفوا الالوان اللي كاينين في المنطقه ديال العيون وخلاص الصحراء كلها عندهم الوان بحال الخضر والاحمر، وانتي اختاريتي الاسود، علاش خسرت اللون الاسود بمس ماشي مع بالنسبه للون الساك؟ ويمكن لي نستعمل الوان ثانيه. لا انا اخترت الاختيار رجع لي انا اللي خسرتها ولا الوان. شكرا يا رفيعة، يمكن لك تلتحقي بالمكان ديالك. أعزائي المشاهدين، أكاديمية صناعة بلادي الجيل الجديد هي بالنسبة للمتعلمين الصناع التقليديين طريقة جديدة في العمل والتأطير في الورشات ديالهم مع المؤثرين، وأيضا الوقت. الوقت ما عندوش نفس المعنى بحال الوقت اللي عندهم هما في ديورهم وفاش كيكونوا خدامين بوحدهم، فهاد الشيء كيولد ولا بد شوية ديال الضغط.
بالنسبه للبعض، حتى ان كان فيهم شكون اللي كيفكر انه يغادر مسابقه سناس بادي الجيل الجديد. غادي نقسموا معكم هذه اللحظات بالصور. اليوم في الصباح في الاتولي احتاجيت واحد الطرف ديال الخشب، مشيت خديته ديال اللاطي، دزت من حدا عبد الحليم، قص لي واحد الطرف وهو يطيح تهرس. مشيت عنده قلت لي عبد الحليم راه الطرف ديالك هرستو ليك، مشى شافو شافو بحال ما بقاش شد راسو، قال لي صافي بقيت واحد شويه ما بقيتش هضرت معاه. في الاول جا عندي الكونديدا مدن قال لي سي حليم راه هرست لك البروجي ديالك واسمح لي. لا يعني ما تيقتش هو اش كيقول عليا باش يضحك معايا وصافي فهمتي. وملي مشيت نشوف بانت لي الحقيقه نيشان، وعرفتي تعصبت وكعيت فهمتي، ممكن ما كنحسش ملي كانت نيرفا كنقول لي يمكن شي هضره ما عرفت، ما نحسش انه صعيب يعني بنادم يهرس لك شي حاجه. واحد شويه مشيت عنده قلت لي اسمح لي، قال لي راه هانيه ماشي مشكل، مشى صايبو. وفي الحقيقه مسكين اعتذر ليا وبالتواضع ديالو حتى انا كنت مسامح معاه وقدرت ليه حتى هو الظرف ديالو وما كانش بالعاني. الفئة الرابعة التي تدخل دابا أمام لجنة التحكيم هي فئة المعادن، واللي كتكون من هشام عارف ممثل مدينة فاس، مصفر محمد مدينة مراكش، بيسط مزيدف مدينة العيون، ومحمد شلواح مدينة مراكش. فئة المعدن محمد الصفر كان باغي ينسحب بداية الأسبوع، أصدقاء دعموه وقنعوه باش يبقى. المصمم كان قاسي معهم هذا الأسبوع ولكن مصلحتهم، حيت بغاهم يشرفوه ويشرفوا نفوسهم والمعلمين ديالهم ويشرفوا أيضا الصنعة. وليت كنفضل نسحب. لجنة التحكيم واللي ضاف لها المعلم السويسي محمد بن أحمد، معلم معروف كبير في المغرب فئة المعادن، بطبيعة الحال بالإضافة إلى سي أحمد صبي وسليمة ناجي. إذن أول متسابق غادي يوقف في حد المنتوج ديالو هو هشام عارف ممثل مدينة فاس. تفضل خذ المنتوج ديالك حطو أمام لجنة التحكيم. فكيف ما لاحظت اللجنة فكل المنتوجات نفس ما طلبوا المؤثرين من كل المتعلمين صنع تقليديين. 30 ثانيه هشام باش تبيع المنتوج ديالك. السلام عليكم. المنتوج ديالي هو عباره عن اباجور، بحكم ان المده تحدث لنا في 32 ساعه، فحاولت ننسق ما بين الوقت وما بين فكره جديده اللي هي هو هذا الاباجور هذا، والحمد لله توفقت وما استغنيتش على طريقة الخدمة ديالي اللي كنخدم بها اللي هي التخرام والزواق والسامبل، وكنتمنى ان شاء الله نتأهل البرايم القادم، وكنتمنى الحظ للاصدقاء ديالي. لجنة التحكيم المعلم الا بغيتي تشوفوا دغيا تقيسوا تشوفوا الجانب التقني. ففي الحقيقة في جميع الفئات كنشوفوا منتوجات واخا نفس الطلب اللي طلبوا لهم، فكنشوفوهم متنوعين. معلم سويسي مازال يكون عندك الوقت فاش غتكونوا كتداولوا باش تشوف المنتوج. اذا كاين شي تعليق او سؤال؟ كان شي سؤال جانب التقني. واش داير زوقتيه؟ والتخرا؟ وهذوك لي اونش اللي درتي؟ هادو الطيوح طاح لي من هذا من الفوق وخدمته لتحت. حاولت المهم باش ما ياخذليش بزاف ديال النحاس والسلعه باش ما يتقامش عليا غالي. شكرا. شكرا. شكرا هشام عارف. كيف ما كتسمعوا اعزائي المشاهدين فكاين شي مصطلحات ما كيفهموهم غير المعلمين، اللي نتمنوا من خلال صنعة بلادي الجيل الجديد ومع الوقت تولي حتى انتم كتفهموا شي شويه وحتى انا. غادي نمروا دابا للمتسابق الثاني صفر محمد مدينه مراكش، 30 ثانيه باش يبيع المنتوج ديالو. تفضل محمد.
هذا المنتوج ديالي كعبارة أباجور بين خدمتي اللي مخرفة على الدراري اللي معايا. أنا كندوب فراغ دوب تلامينيو وقد تتبيع هذا الباجور هذه في وعي خاف وهذا الوقت اللي هو قليل. حاولت نقاد الباجور للجنة باش يشوفوها وحاولت نختار حاولت فكرت نصاوبها خفيفة وتاع تلامينيوم وسامبلها كما أغلبية الكليان والناس بلاو تيقولوا شي حاجة سامبل وخفيفة. شكرا لجنة التحكيم المعلم السويسري دابا بغيتي تشوف الأمور تاع لي سونتور من العود ولا من جو جو الحرفة هذه ديال التفراغ تفراغت ما بقاتش قربت نقارت. إذا المعلم عندك شي سؤال؟ السؤال سي محمد جانب التقنية ما عندي ما هو يعني داكشي اللي هو عنده في المول راه مدي ليه المول قال لي لا فينيسيون ديال تيدي راه دارها. شكرا محمد الصفر التحق بالمكان ديالك وغادي نطلب دابا من بيصه مزيده في مدينه العيون يجيب المنتوج ديالو ويحطو امام لجنه التحكيم. عندك 30 ثانيه باش تبيع المنتوج ديالك تفضل. المنتوج ديالي هو عباره عن اباجور مصاوب بالنحاس وكنت زوقته بجوج انواع ديال العود كان عندنا في الصحراء العود ديال السانغو هو هذا العود الكحل والعود الاحمر عود ديال الجداري والفورميكا ودرت له شي خيوط ديال المعدن مع النحاس. شكرا بيصط لجنه التحكيم لا بغيتو تقربوا من المنتوج باش تشوفوه مزيان. شنو الجداري هنايا؟ الجداري هو هذا الكحل؟ لا الجداري هو الجداري هو القمح هو الجداري هو الجداري قليل الان في الصحراء مابقاش بزاف باقي موجود. يمكن لكم تحيدوا السلك ديالها باش تشوفوا الجداري هو منين كنصنعوا الهودج او امشقب باللغه الحسانيه واللي هو السرج اللي كيكون من فوق الجمل واللي كتركب عليه المراه والدراري ديالها. شكرا لجنة التحكيم يمكن لكم تلتحقوا بالمكان ديالكم. ولا عندك شي تعليق معلم ولا شي سؤال؟ يعني الفكره زينه يعني كان افتخر به على هذه الفكره اللي هي دار ولكن ما عندوش لا فينيسيون من الداخل لان لي تان باقي كيبان هذه الاولى والثانيه ما يمكنليش يدخل فورميكا في النحاس يقدر يدخل العود كي قال تاع سونغو. عندك فكره حسنه ما باش تجي الفورميكا يعني ميكا هاكم تيب. عندك شي حاجه ما تقول باش تدافع على بالنسبه للفورميكا مع العود هي كتعطي واحد الرونق واحد الجماليه للتحفه ما لو كانت ماشي على الجماليه كنا زولنا. شكرا بيصه مزيده خذ المنتوج ديالك وغادي ننادي على رابع واخر متسابق في هذه الفئه واللي هو محمد شلواح ممثل مدينه مراكش. تفضل جيب المنتوج ديالك. السلام عليكم عندي هنا اباجور وحاولت ندخل فيها واحد شويه تاع التغيير في الصناعه التقليديه. اباجور يمكن ليا نعسها نحول عليها في النار نعيقو يمكن ليا نحطها ثاني اباجور وراكم واسع النار. شكرا شلواح. كيفاش كنحلوا الاباجور باش نديروا البوله لداخل؟ ايه مع زيادة الوقت وشويه فيها خدمه والضغط جاوا بالست دابا. محمد شلواح عانى هذا الاسبوع من ضيق الوقت هادشي اللي ما خلاهش يكمل الخدمه ديالو كيف ما كان كيتصور. الوقت كان عليه وعلى اصدقائه من المهم نتمنوا له التوفيق ليه والاصدقاء. كنت بغي يحلها ولكن مسدوده. الفكره زينه والموديل زين ولكن ناقص شويه ديال الفينيسيون بزاف وعتمتي على شنيور ان ضيق الوقت ما خلانيش كنت دوك الثقاب اللي درتي. يا استاذ اعتمدتي على شنيور. يا استاذ انا المعلم واش كاين شي طريقه اخرى باش كنديروا الثقاب من غير شنيور؟ اييه مثلا الله يعدك قولها له عفاك. كيفاش تقب؟ باش الا بغيتي دير مثلا موديل
اللي هو تقليدي ماشي مودر ماشي حاجه عصري. نعم. عصري. انا حاولت نطور لان الصناعه ما كانتش هكا، ما كانتش كي تنشوفوها دابا، كانت تقريبا بدائيه، كانت بياسه تستغرق في وقت ديالها عام عامين تسنين، اما 30 ساعه باش تير واحد المنتج في المستوى، الحمد لله زدنا في المجهود تاعنا، وكيفنا على نفوسنا وضغطنا على النفوس تاعنا، او غير في التجارة. شحال من سنة انت تخدم؟ تقريبا 11 سنة، تقريبا في عمري 13 عام السنة. طيب شكرا محمد شلواح، يمكن لك تلتحق بالمكان ديالك. كانت هذه اعزائي المشاهدين فئه المعادن الفئه الرابعه في المجموعه الاولى، وغادي نمشي دابا نلتحق باش نجيب عند لجنه التحكيم الفئه الخامسه والاخيره واللي هي فئه الابداع. غادي نجي دابا باش ننادي على الفئه الاخيره في المجموعه الاولى فئه الابداع باش يخفوا يوجدوا راسهم قبل ما يدخلوا امام لجنه التحكيم. وغادي نغتنم هذه الفرصه باش نتكلم مع افضل متعلمين صناع تقليديين ديال الدوره الاولى عبد الحفيظ فئه المعادن اللي كان كيمثل مدينه فاس. شنو دابا انت فاش كتشوف هذا الشيء من بعد سنه من مور ما خديتي لقب افضل متعلم صانع تقليدي؟ الحمد لله تنشوفوا هذا الشيء يعني زاد تطور، والحمد لله الشيء زايد لقدام حسن، يعني سنه بعد سنه هذا الشيء زايد في تحسن، وتنتمنى التوفيق للاخوان ديالنا الصناع التقليديين. شكرا سي عبد الحفيظ. الحسن الفائز بلقب صناعة بلادي الجيل الجديد في الدورة الأولى فئة الإبداع، شنو يمكن لك تقول لهاد الشباب دابا اللي تا هما كما كنت انت السنة الفايتة واقفين باش يدخلوا أمام لجنة التحكيم؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله، أنا تنحيي المبادرة هذه ديال تاع صناعة البلاد، أنا تنتقي بزاف ديال الشباب اللي تيحاولوا يبينوا الكفاءة ديالهم كصناعة تقليديين وكمبدعين، وتنحيي بالضبط الناس المبدعين تا هما بزاف لأن وفي طلما هما تيفرضوا رسوم بشي حوايج اللي ماشي مألوفين، تيحاولوا بين الكفاءات ديالهم، وتنحيوهم بزاف وان شاء الله ما غادي يكون الخير. شكرا. الفئه الاخيره الخامسه الابداع واللي كتكون من طريق بوطهر ممثل الدار البيضاء، علي الجابري ممثل مراكش، ياسين جدوبي ممثل مراكش، وعبد الحليم السمار ممثل الحسيمه. تفضلوا معايا غادي تدخلوا دابا امام لجنه التحكيم. أربعة المشاركين في فئة الإبداع التخصصات ديالهم مختلفة، ولكن الخصم ديالهم هذا الأسبوع كان واحد هو الوقت، فواش منتوجاتهم غادي تقنع لجنة التحكيم اليوم؟ نتمنوا. إذا نضاف إلى لجنة التحكيم سي سعيد بدري مصمم ديزاينر معروف على الصعيد العربي والإفريقي. إذا فئة الإبداع غادي نبداو بالمرشح الأول ممثل مدينة الدار البيضاء طارق بوطهر، خذ المنتوج ديالك حطو امام لجنه التحكيم. فئه الابداع فكل متعلم صانع تقليدي كيخدم على ماده خاصه به، تفضل. السلام، المنتوج ديالي عباره عن كوفر كيداروا فيه لي زوبجي والمقتنيات ديال اي واحد عندك في الدار، ولي زوبجي ديالي هو عباره عن كوفر صناه باش نعطي واحد لامبريسيون اركيتكتورال باش نكسروا دوك لي ريغل كلاسيك ديال الكوفر ديما كنعرفوه كيكون ريكتانجل وسامبل وفيه شي زواق على برا، انا فكرت باش نعطيه واحد الكومبوزيسيون جديده ديالي. فوالا. شكرا طريق لجنه التحكيم، يمكن لكم تفضلوا تقلبوا الكوفر. اذا اعزائي المشاهدين كيف ما تبعتوا معنا فكل فئه كان عندهم نفس التمرين الاجباري، يعني نفس الشيء يصوبوه باربعه. باش فرصيت بها هذا باش نسالي نحيدها. سأصل الوقت مبقاش ديال الوقت فين حيد. أنا تلاحظ بأن الحجم جميل، كاينه واحد لا ديناميك اللي كتعطي واحد الحيوية لهذا الحجم، إنما شحال ما تبسط الحجم في لا كونفيغوراسيون ديالو شحال ما كيطلب اون فينيسيون، شحال ما بلوس اون سامبليفي بلوس اون ا بوزوان دو سمدو ما تنظن ان الوقت ما يمكن ما سمحش باش تكون لي لايك لي زونغل 60 دوغري سينو. انا بان لي الحجم زعما ناجح وتنهنيك على هذا. شكرا. شكرا طريق، رد المنتوج ديالك عافاك لبلاصتو
وكنادي دابا على علي الجبري ممثل مدينه مراكش. المنتوج ديالي هو عباره عن كوفر صالح لعده استعمالات، يمكن لك تستعملو طابل دونوي، يمكن لك تستعملو طابل باص، ويمكن لك تستعملو في واحد تحطو في واحد المنظر التامل، يعني تامل فيه بزاف الاشياء تلقاه كيتحل. كيتحل يمكن لك تسدو. شكرا لجنة التحكيم. تمرين إجباري الأول في مسابقة صناعة الجيل الجديد في الدورة الثانية، صندوق لفئة الإبداع يصوبوه كل واحد بالمادة واللي كيتقن واللي كيستعمل. فشفنا الخشب الممثل الدار البيضاء، الان كنشوفوا بالنسبه لعلي مدينه مراكش. باتي بلوكي باتي باش ما يطيحش هذا باش ما يرجعش باش ما يرجعش اللور تماما. لي شارنيغ مرة الاولى لي شارنيغ مرة الاولى اللي اختاريتي هذوك لي شارنيغ هادو ولا هذا السيستم اللي المرة الاولى مرة الاولى اخترت ليه هذا وهاد لا ترونسبارونس هادي اللي شفناه مرة الاولى اللي اختاريتيها بحال اللي لبستيه فهمتي؟ في الاكستيريو ديالو هو في حنت كاين في الاول كاين واحد لاكولور وفي هاد التاليه كاين واحد لاكولور اخرى. هادي ماشي بحال هادي معلوم. اسمح لي شنو كاين لتحت؟ لتحت كاينين الروايض. الروايض الروايض يعني يمكن لك تجرو. يمكن لك تجرو. سي سعيد بدري تيبان بان كاين واحد البحث من ناحيه التشكيليه اللي لا باس بها، والاخ لقى واحد حلول تقنيه لا بالنسبه لشارنيير لا بالنسبه للو فران اللي كيحبس الكوفر. هادو سي استوسيو تي برهنو بلا ريشيرش تكنيك زائد على الجماليه ديال. وكاين شي حوايج اللي هما واضحين شويه، كاين اللي جوج الناس عاطين بالظهر وجالسين كما تشوفوا. كاين واحد السيد اللي جالس هنا، هذا الراس ديالو، هذه اليد ديالو، وهذه الرجل اللي هو جالس وعاطي بيدي هكا، وهذا تيشوف هنا والاخر تيشوف لافاس الاخر. معاتين بالظهر. عاطين بالظهر. هكذاك. كل واحد سيمتريك. سيمتريك. وكيمكن ثاني كيعطوك الشكل ديال الفراشه، إلا شفتيهم بجوج كيعطوك الشكل ديال الفراشه. يقدر أي واحد يتخيل تأمل داك الشيء فيه اللي بغا، تبقى إنسان حر في التخيلات ديالو. من السابق واش يمكن لك تستعمل مواد أخرى من غير هذا المعدن؟ تستعمل مواد. بحالاش مثلا باش تعطي يمكن لي نخلي هنا مثلا ندير نستعمل بليكسي كلاس. ونستعمل العود. والداخل يمكن لي استعملت هنا العود نستعمل في الداخل البلكسي كلاس. والداخل ديال الكوفر في الداخل خاصو شكل بحال الثوب باش يتغلف من الداخل. شكرا. شكرا لجنة التحكيم. سي علي يمكن لك ترد المنتوج ديالك حطو في الروايد ودفعو. وغادي نمرو دابا لياسين جدوبي ممثل مدينه مراكش باش يقدم المنتوج ديالو امام لجنه التحكيم، وعنده 30 ثانيه باش يبيع المنتوج ديالو. تفضل سي ياسين. السلام عليكم. هذا الكوفر هذا كيعبر مستوحي من الطبيعه وكيعبر على فصل الخريف. كما كتشوفوا هذه الشجره هنا، هذو الجذور ديالها طالعين ودايرين على الكوفر، ولي بواني تا هما خارجين من الشجره من هنايا، واللون تا هو تيعبر على لون الخريف، يعني الشجره مسيحه الوراق ديالها. وبالنسبه للكوفر من الداخل يمكن لينا لا بغينا نوقفوه، يمكننا نحطوه في الجاردان في الشومبر فيما بغينا. اللون على حساب الفصل اللي عزيز علينا. انا اختاريت الخريف حيت الخريف ما كنذكروهش بزاف، ديما تنقولوا الشتوى الصيف الربيع الخريف ديما ناسيينو، هادشي علاش اختاريت انا الخريف واختاريت الربيع. الناس بزاف الخريف واقيلا مش حزين. ممكن. شكرا ياسين. تفضل من مور المنتوج ديالك خليه محلول. شكرا لجنة التحكيم. يمكن لكم تشوفوا فصل الخريف. خليك. منتوجات بصراحة جميلة.
كتعكس ابداع شباب مغربي. تفضل سي سعيد شي تدخل. اول مره تنشوف كوفر شفاف ترانسبارون والمحتوى ديالو غادي يبان، لهذا اي حاجه نديرو في وسط الكوفر خاصها تكون يمكن ملائمه مع الاسلوب ومع الفكره ديال لي برونشاج ديال الخريف، لهذا الحاجه اللي غادي خاصها تبان تكمل المحتوى ديالو خصو يكمل لا سكولتور ولا لوبجي. اللي كنلاحظوا ان من ناحيه هاد الخدمه ديال هاد الحديد وداك الشيء ما كتلائمش مع هاد الصبغه، كون كان اوكسيدي ولا غويي هذاك الباتين يمكن كان يقدر يكون عنده واحد التعبير اقوى. شكرا ياسين. شكرا. يمكن لك ترد المنتوج ديالك لبلاصتو، وكنادي على اخر مرشح في هاد الفئه، فئه الابداع، واللي هو عبد الحليم السمار ممثل مدينه الحسيمه. اذا عبد الحليم خليك قدام المنتوج ديالك، عندك 30 ثانيه باش تبيع للجنه التحكيم. بالنسبه للمنتوج ديالي هو عباره عن صندوق اللي يمكن لينا نستعمله في اي، يعني نستعملوا عده وظائف، وظيفة تزيينية، وظيفة يمكن نديروا فيه حوايج ديالنا اليومية، يمكن أيضا نستعملوا حتى الكرسي ديال نجلسوا عليه. والقصة ديال هذا الصندوق وضفت ديك الموروث الثقافي ديالنا اللي هو عبارة عن يعني الهوية الثقافية الأمازيغية اللي تترمز يعني تترمزوا بها حرف ديال تيفينا، أبجد ديال تيفينا، والسيمبول ديال الأبجد ديال الأمازيغية اللي كاين في هذا الحرف زاد. اي اسمح لي غادي نقاطعك، انتهت 30 ثانية ديالك وغنخليو لجنة التحكيم يجيو يشوفوا المنتوج وفاش يسولوك جاوبهم. وظف كل شيء. وظف متعمد هاد متعمد لوغطا اون دو بياس سون شارنيير. حاولت يعني ما نديش بيزاكرات ولا كاين طرق عده ديال تماما الواحد الانسان تيبقى حر في وسهل يعني اللي بغيتو. سليمه الراي ديالك في كل شيء اللي شفنا اليوم في لينوفاسيون، ما عندنا ما نقولوا كل شيء في المستوى، وعلى هذا الصندوق كاين واحد المستوى عاوتاني اللي هو عالي. عبد الحليم ممثل مدينة الحسيمة، مستواه كيتقدم يوم على يوم، في خدمته كيحاول دائما يعبر على شخصيته وتشبثه بثقافته الأمازيغية المغربية، وهذا الشيء كيشرفه وكيشرف العائلة ديالو. عبد الحليم واحد السؤال، هذا الكفر هذا إلا بغيتي تهديه ولا تعطيه لشي واحد، لمن يمكن لك تهديه؟ نديه الوالد ديالي اللي وقف معايا اللي ساندني ووصلني باش يعني نوصل لهذه المرحله اللي انا فيها دابا، وبالنسبه لي انجاز. الله يخليك الوالد ديالك والله يسمح لنا من حق الوالدين. شكرا سي عبد الحليم، يمكن لك تاخذ الصندوق ديالك ترده للمكان ديالو. فئه الابداع يمكن لكم تغادروا قاعه الحكم، انا كنتمنى لكم التوفيق. سي سعيد بدري ولالا سليمه كنطلب منكم تمشيو تلتحقوا بالقاعه فين غادي تداولوا. سي صابي شنو هو التقويم ديالكم لهاد الخمسه ديال الفئات من المجموعه الاولى واللي شفنا اليوم واللي شافوهم المتتابعين صناعه بلادي الجيل الجديد؟ حقيقه انه اكتشفنا من خلال هاد الفئات اللي دازوا قدامنا وهاد الشباب على انه يمكن نطمئنوا على قطاع الصناعه التقليديه المستقبلي ما دام هذا الجيل وهذا الشباب وهذه المواهب موجوده. حنا حائرين كلجنه التحكيم الان، من الان حنا حائرين اي منتوجين يمكن ان ينسحب او متباري ان ينسحب. من الان
حنا نفكروا كيف يمكننا ان نحل هذا المشكل، لانه تكون عندكم مهمه صعبه. المستوى في الحقيقه مستوى متقارب ومستوى يعني يشرف ويسرنا جميعا ان نصل الى هذا المستوى ان شاء الله. شكرا سي الصبي، غادي نطلب منك الا سمحتي تمشي تلتحق بالزملاء ديالك بالاعضاء اللجنه وتبداو المداوله ديالكم. ادعيوا معنا. هذا مكان الله يعاونكم. فعلى ما تمشي لجنة التحكيم للاجتماع وتحديد من سيغادر مسابقة صنعة بلدي الجيل الجديد في دورتها الثانية. نخليكم انتم أعزائي المشاهدين مع هذا الروبورتاج عن فئة الإبداع، فئة تبتكر وتتفنن في حرف المغرب. ابتكار ممكن تكون في أي دومين، تقدر تكون في السيرامي، تكون في الكوير، تكون في الدينندري، تكون في العود. غير حنا العام ابتكار عندنا خدينا تقريبا الناس اللي ما داخلينش في لا كاتيجوري ديال لا بوتري ولا ديال لو كوير ولا، وخديناهم باش يصوبوا شي حاجه اللي ما كايناش في السوق. ممكن مثال يخلطوا لي ماتيريو، ممكن يخلطوا كاع لي ماتيريو اللي كاينين، لو كوير، لا بوتري، الحديد. هذا هو الابتكار. الابتكار شي حاجه جديده تكون بلديه روميه، ولكن شي حاجه اللي ما عمرها ما بانت في الافكار. ممكن تكون شي حاجه موديرن كلاسيك، شي حاجه بلي شوت. هذا هو الابتكار. بغينا نبريزونتي واحد الارتيزانا جديد، بغينا نديرو شي حاجه اللي على ليميت دو ترافاي بلدي اي دو ترافاي رومي. كانت هذه فئه الابداع. ونمشيو دابا للورشات عند المجموعه الثانيه باش نشوفوا فئه الزليج في نوصلوا في التحدي ديالهم. سي سكن في نوصلوا المتسابقين. سي يوسف تنشكرك وتنشكروا الحضور. الاخوان كي تتشوفوا راه بقات لهم واحد 10 دقائق بالنسبه للشجره، هي فرغوها، هي محطوطه هنايا واحد 10 دقائق ان شاء الله، وغادي نهزوها باش تشوفوها ويشوفوها الجميع. واحد 10 دقائق ان شاء الله. وكتظن بان بامكانهم بالزليج يديروا الشجره ديال الزيتون بالاغصان و لا الدراري كانت واحد الروح الجماعيه يقدروا يديروا، غادي يكون ان شاء الله المفاجاه. شكرا. ونمروا دابا الى القبص. اذا تا هما خصهم يصاوبوا الشجره ديال الزيتون. تا هما خصهم يصاوبوا الشجره ديال الزيتون، تا هما تيجسدوها في بلايكات، ومن بعد غادي يتلاقاو هذوك البلايك ويعطيونا واحد بلاكه مجموعه. وكيفاش قسمتي عليهم الخدمه باربعه بهم؟ كل واحد صوب الطابلو البلاكه ديالو بالشكل اللي كيتصور، ولكن في الملاقيه ديال هذوك البلايك خص يكون داك الشيء متناسق. منين لاقيوهم بربعه يبان لنا بحال كانت بلاكه واحده. شكرا. ونمروا للفئه الاخيره وهي فئه الخشب في فن المعمار. اذا فين وصلتوا الخدمه؟ كل شيء مشي في امان الله، ما كاين مشكل. وكيفاش تقسمات الخدمه بيناتهم بربعه؟ تقسمات على اربعه، كاين اربعه ديال لي بيس كي بوف تيتر اسامبلي على حسب كيما بغينا نجمعوهم وغيدير واحد لارموني بيناتهم بربعه. شكرا سميه جلال ميكو، مؤثره فئه خشب في فن المعمار. إذا حد سعيد للمجموعة الثانية. ودابا أعزائي المشاهدين وأيها الحضور الكريم، نقترح لكم واحد الوقفة قناوية مع مجموعة حميدتي تحت تصفيقاتكم.
قناوة كوريغرافي ميد ان موروكو مدينة مراكش. تفضل معايا. إذن قناوة والصناعة التقليدية هما جوج الحوايج واقيلا ما كيتفرقوش. شكون اللي كيصاوب لكم هاد المنتوجات ديالكم الطبال و الصناعة التقليدية؟ عندنا ليزانستخيمو راه طبل صناعة تقليدية والأقراقب هادو مصنع من الخيمة الخشب والأقراقب مصنع من الحديد. هذا الجلد والخشب والخشب والقراقب المعادن و والثلج سوا كذلك البلاغي فرجين انت هما مصنعين من الجلد وهذا الرصاص هما كذلك مصنعين من الثوب. والحمد لله راه الصناعه التقليديه راه غنيه في هذا راه تراث في بلادنا هنا. شكرا فرقة مجموعه حميدتي قناوه الجيل الجديد ديال قناوه. ونخليكم اعزائي المشاهدين مع هذا الاشهار ونوليو. اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في صناعه بلادي الجيل الجديد الدوره الثانيه. ومرحبا بكم انتم الى عاد التحقتوا بنا. مروا الفئات بخمسه امام لجنه التحكيم. المجموعه الثانيه كيف ما تبعتوا في الورشات امام تحدي جديد. لجنه التحكيم في القاعه مجتمعه لتقرير مصير المتعلمين الصناع التقليديين. بعد قليل خمسه منهم غادي يغادروا المسابقه. شكون هما؟ الله اعلم. نمشيو نشوفوا لجنه التحكيم شنو كيديروا. خالد السايب فئه الخشب. إذن لجنة التحكيم كلها مجتمعة مع جميع منتوجات المجموعة الأولى. خمسة ديال الفئات 20 منتوج كيمثلوا 20 صانع تقليدي متعلم. إذن المصير ديال هاد المتعلمين كيتقرر لكنه بين أيدي آمنة. إذن أعزائي المشاهدين نخليو لجنة التحكيم يكملوا المداولة ديالهم. خمسة ديال الفئات في المجموعة الأولى 20 متعلم صانع تقليدي 20 منتوج في هذا الأسبوع الأول. فكيفاش صوبوا المنتوجات ديالهم؟ شنو هما التقنيات اللي استعملوها؟ نشوفوا هذا الروبورتاج. أساليب وتقنيات اشتغال أعضاء المجموعة الأولى كتختلف من فئة أخرى. فئة المنتوجات النباتية تطلب منهم يصنعوا منتوج مربع الشكل، وهذا كان صعيب لبعض المشاركين اللي متعودين على الأشكال الدائرية. شيء آخر هو أن بعض المواد اللي كيستعملوه أعضاء المنتوجات النباتية كيخصها تبلل وكتاخد وقت كبير باش تنشف. وكانت الطريقة اللي اعتمدها محمد الشهب اللي فاقد البصر ديالو مجدية بالنسبة ليه، حيث أن المعلمة كتمدو بالقياسات اللي كيحتاجها. المطلوب من فئة الخشب كانوا متعودين عليه شيئا ما، وهو ما سهل المأموريات ديالهم وخلتهم يشتغلوا بطريقة عادية وبتقنيات عارفينها من قبل. أما فئة الإبداع وللمواد اللي كيستعملوا في المنتوجات ديالهم ماشي محددة، لهدف طريقة اشتغال كل مشارك مبنية على الخلفية ديالو. البعض منهم كيعمل في النجارة أو الحدادة، وهذا ما خلى التقنيات اللي استعملوا تختلف بيناتهم من تلحيم تلصيق وتصميم. المشاركين ديال المجموعة الأولى كانوا راضين على جودة الأدوات اللي توفرت لهم باش يشتغلوا، وما غفلوش تفاصيل دقيقة في المنتوجات ديالهم واللي كتقدر تخلق الفارق فاش يقدموا منتوجاتهم امام لجنه التحكيم. إذن انتهى وقت التحدي، تحدي المجموعه الثانيه في الورشات، وغادي نعلنوا على نهايه التحدي. إذن المجموعه الثانيه الورشات كتسمعني؟ وي دان ندى الحلو سالينا. حنا دابا انتهينا هاد التمرين اللي ربما كتشوفوه على لوحة على شكل زربية على شكل لوحة بمواد اللي مستعملين في الزربية. واش نتوما المؤثرين راضيين على هاد العمل ديال المجموعة؟ بطبيعة الحال
طبيعه الحال لان احنا شفنا لي كانديدات داك الحماس وداك الديناميزم باش عملوا هاد اللوحه وتشاوروا بيناتهم في اختيار الالوان. وطبيعه الحال احنا مسرورين بهاد لو ريزولتا. شكرا ناديه الحلوفه. كنذكر انه تمرين جماعي، اذا غادي نطلب منك ومن المجموعه ديالك تلتحقوا بنا ونمشوا دابا لفئه الفخار سي الغريسي. التحدي انتهى، غنطلب منهم يحبسوا من الخدمه. نعم. وغتقول لي والسلام والخدمه ولا مازال؟ اذا يحبسوا، يحطوا الادوات ويحبسوا من الخدمه. غادي تحبسوا، غتحبسوا الخدمه. صافي تحط بشويه لا تعود ترسى. سي الغريسي، واش انت راضي على داك الخدمه ديالهم؟ فعلا يعني قاموا بواحد المجهود يعني كبير. كنت متخوف في الاول انهم ما يقدروش ينزلوا داكشي لان كان تيبان عليهم واحد شويه القلق، ولكن تيبان لي انهم توفقوا في لافينيسيون، يعني في منتوجهم كان يعني جد متقون. وهذاك براد؟ براد يعني صوبوه بطريقة الألواح الطينية، لأنهم تنظن على أنهم تيتقنوا هاد العملية. شكرا لكل مؤثرين المجموعة الثانية، وكنطلب منكم تلتحقوا بنا كاملين كاع المجموعة بالبلوزات ديال العمل، بالبدلات العمل ديال المتعلمين من الورشه ديالهم. اذا احنا كننتظركم في الباسيو، وانتم اعزائي المشاهدين فمازال غادي يكون عندكم الوقت من خلال يوميات صناعه بلادي الجيل الجديد باش تعرفوا على هذا التحدي وتعرفوا على المنتوجات واللي خدموهم. ونزيد نذكركم بان هذه المجموعه الاسبوع المقبل في النهايه ديالو غادي توقف هي امام لجنه التحكيم بحال هذه المجموعه الاولى، واللي كينتظروا وقت الحسم، الوقت اللي لجنه التحكيم غادي تقرر شكون فيهم غادي يغادر. كنعرفوا ان لحظه الوقوف امام لجنه التحكيم هي لحظه في نفس الوقت كيخشوها المتسابقين، لكن ايضا كينتظروها باش يتقوم العمل ديالهم. نسمعوا نشوفوا الراي ديال المجموعه الاولى، الخوف من الاقصاء والشك. روبورتاج. الخدمه ما بامكانيش باش نكمل تكون جاهزه للاستعمال. التوجيه ديالي غادي يكون واجد في وقت محدد، ولكن حيت الوقت ضيق حاولت نبين داكشي اللي خصو يبان للناس. صراحه ما كنتش باغا ندير له بحال هذه الطريقه، الا كاين الوقت ما ساعدني. كنت فيها واحد التكنيك جديده ديالي مشكلة عن الواقع، يعني درس موديلين يمكن يتفتح ويشدو ويتسد ويتفضوا. المجموعة الأولى كيف ما كتشوفوا أعزائي المشاهدين واقفة أمام لجنة التحكيم، خمسة ديال الفئات لجنة التحكيم بالكامل واقفة ختامهم لحظات قليلة، وغادي نعرفوا شكون هما الخمسة اللي غادي يغادروا المسابقة. إذا نعطي الكلمة لرئيس لجنة التحكيم سي صبي. كيف تعرفوا جميع على أنه القانون ديال هذه المباراة هو كاين اللي غادي يبقى يستمر في العملية وكاين اللي غادي يتقصى. إذا سأنادي على المجموعة الأولى باش توقف قدام لجنة التحكيم، واللي هي مكونة من خمسة أعنان من المصنوعات النباتية. فيما يخص الخشب كاين محمد حمادي ممثل مدينة مكناس فئة الخشب. المصنوعات الجلدية أنس أسفني المنتوجات الجلدية ممثل مدينة مراكش. فيما يخص المعادن أو النحاسيات أنادي على الصفر محمد ممثل مدينة مراكش فئة المعادن. والأخير في هذه المجموعة وهو من الابتكار والإبداع علي الجابري فئة الإبداع. لجنة التحكيم قررت على أنكم كمجموعة أولى ستستمروا معنا في هذه المباراة، هنيئا لكم. إذا بخمسة بكم غادي تستمروا معنا في المسابقة، هنيئا لكم. يمكن لكم تلتحقوا بالزملاء ديالكم في البلاطو، تفضلوا. أنادي على المجموعة الثانية والتي تتكون من محمد الشهب من مدينة الدار البيضاء فئة المنتوجات النباتية.
الخشب او فنون الخشب ونادي على الورد سعيد. الورد سعيد برشيد. فيما يخص المصنوعات الجلدية عادل القروم. عادل القروم مدينة مراكش فئة الجلد. النحاسيات ونادي على مزيدف بيست. بيست. مزيدف بيست المعادن مدينة العيون. وأخيرا فيما يخص الابتكار ونادي على عبد الحليم الصمار. عبد الحليم الصمار ممثل مدينة لجنة التحكيم من خلال المداولات وخلال المناقشة قررت على أن هذه المجموعة الثانية ستستمر معنا في هذه اللعبة. هنيئا لكم جميعا. إذن هنيئا لكم. عفوا ستستمرون معنا. يمكن لكم تفضلوا الورد. يمكن لك تدي معك سي محمد الشاب. هنيئا لكم. سوف تستمرون في مسابقة صنع بلادي الجيل الجديد. هناك اثنين ينادي على وفاء درار. درار وفاء درار ممثلة مدينة فاس في النبات النباتية. وأنادي على يونس الخلدي. من الصعب علينا نحيد واحد ونخليه الاخر، ولكن احنا مكرهين. سي الخلدي، انت باين على ان عندك التقنيات، وكيف حتى الاخت درار حتى هي عندها التقنيات. نطلبوا اما من السي الخالدي لجنة تقررت باش توضع حد لهذه العمليه ديالك والمناسبه والمباراه اللي انت تتفاجئ. اذا انت غادي تغادر اللعبه. تنتمنوا لك التوفيق ان شاء الله، والاخت درار غادي تستمري معنا ونتمنوا لك التوفيق في نشدك سخفانه وغادي تحيد نهاني لك. إذا وفاء درار تستمر في مسابقة صنع بلادي. يمكن لك تلتحقي بالأصدقاء ديالك في القاعة. يونس الخالدي يغادر المسابقة ممثل مدينة الدار البيضاء المنتوجات النباتية. المصنوعات الخشبية غادي ننادي على صفوان بوعزة ممثل مدينة تطوان، وعلى كذلك على السي المدن. عرفتوا دابا القانون، عرفتوا القواعد. كل واحد مستعد كيف يبقى كيف يمشي بروح رياضية، لأنه كيف قلت لكم ما عندناش الخاسرين. إذن السي بوعزة منتوج شافوه الإخوان وعطاو رأيهم فيه، كيف شافوه المنتوج ديال السي المدن. السي المدن قررت لجنة التحكيم باش تبقى معنا تستمر. السي بوعزة نرجو ان تقبل. اذا محمد المدن مدينه الصويره يستمر في المسابقه ويلتحق بالزملاء ديالو، وصفوان بوعزة ممثل مدينه تطوان يغادر المسابقه. اولادي على متبارين في المصنوعات الجلديه، عرفتوا انتم اللي بقيتوا. اذا الأخت يارا والأخ المهدي عنوني. إذن جوج بخيتو، طبعا واحد فيكم كيف فسرت لكم اللعبة، واحد فيكم سيغادرون. احنا جانا صعيب انه نختاروا فيما بيننا، ولكن السي المهدي عوني سيغادروا هذه اللعبة، وأتمنى لك التوفيق. ونادي على حرفة المعادن. المعادن أو النحاسيات كما يقال، مدينة نونغي. بقوا فيها طبعا جوج الإخوان، جوج الشباب. أقول على أنه السي محمد شلواح سيستمر في العملية. إذا محمد شلواح ممثل مدينة مراكش يستمر. أتمنى التوفيق إن شاء الله. كلك تفضل تلتحق بالزملاء ديالك.
فخاصنا نختاروا، خاص وحدين يتقصاوا وحدين يستمروا. واخر فئه نطلب منكم تقدموا امام لجنه التحكيم، فئه الابداع، واللي بقى فيها كل من ياسين جدوبي مدينه مراكش، وطارق بوطاهر مدينه الدار البيضاء. السيد الرئيس تفضل. طبعا الابتكار كان في المستوى العالي، المنتوجات اللي عرضتوا لقات من طرف لجنه التحكيم لقات حيراتهم، ما عرفناش شكون اللي غادي نختاروا شكون اللي غادي نخليو، كل شيء مزيان. فاذا السي طارق بوطاهر والسي ياسين جوج بيكون في مستوى، ولكن غادي نقولوا السياسي انتهت العمليه ديال هذه المناسبه، تيبقى معنا السي طارق يستمر معنا في العمل في هذه المباراه، وهنيئا لك. اذا طارق بوطاهر ممثل مدينه الدار البيضاء يستمر معنا في المسابقه، بينما ياسين جدوبي ممثل مدينه مراكش يغادر. يمكن لكم توقفوا امام لجنه التحكيم، يمكن لكم تسلموا على اللجنه الا بغيتوا قبل ما غادي تغادروا المسابقه بروح رياضيه. هذا هو قانون اللعبه. مادي، اذا شكرا لجنه التحكيم، شكرا لكم. فجوهر اللعبه راكم كتعرفوه، المهم ماشي هو تربحوا، المهم هو تعلموا. دوزتوا معنا اسبوع، لكن نتمنوا ان هذا الاسبوع تبقوا عاقلين عليه وتعقلوا على هذا الشيء اللي تعلمتوا، واخا غير شويه مع المؤطرين. شكرا لجنه التحكيم، انتم غادي تفضلوا معايا. وقفوا حدايا. اذا الخمسه اللي تقصوا من المسابقه، لكن هذا لا يعني انهم خسروا، فهما ربحوا بزاف ديال الحوايج، ربحوا اصدقاء، ربحوا معلمين، تعرفوا مع الناس، تعلموا واخا غير شويه الحوايج، ولكن المهم انهم تعلموا شي حوايج اللي يقدروا يفيدوهم. فصفقوا عليهم، وقفوا لهم تحيه، ولا بغيتوا تسلموا عليهم. اللي بغى يسلم على الاصدقاء ديالو يجي يسلم عليهم، الا بغيتو تقدموا باش تسلموا عليهم، ولا بغيتو نتوما تسلموا على شي واحد يمكن لكم تسلموا عليه. بالنسبه لكم تفضلوا معايا، تفضلوا معايا، تفضلوا معايا، عفاكم تفضلوا معايا. اذا غادي تحطوا محفظه الادوات لاتروس ديالكم، وغادي تغادروا المسابقه، وغادي تفضلوا حطوا حتى تحت تصفيقاتكم. كل سنه اللجنه توقعتوا فاش قدمت المنتوج ديالي، وقع خطا، كارس لي المنتوج ديالي. قابل وراضي بها، اصلا انا فاش قدمت المنتوج شد داك الديفون كاع، تمنيت لو كان الارض كاع تشق وندخل في وسط الارض وما نبقاش كاع هنا. المنتوج ديالي انا احسن من المنتوج. كانت هذه المجموعه الاولى، الموعد الاسبوع المقبل ان شاء الله مع المجموعه الثانيه. هما دابا واقفين هنايا جالسين كيشوفوا الزملاء ديالهم كيغادروا المسابقه، فيقدر الدور يكون على واحد فيكم، شكون عرف، ولكن هذا هو قانون المسابقة. أعزائي المشاهدين، انتهت الأمسية، ما كاينش الجهد باش نضحكوا بزاف، بقاو فينا لحقاش، واخا هكاك دوزنا معاهم شوية ديال الوقت. كنعطيكم موعد الأسبوع المقبل، بسلامة.
بينا بولي طلعنا بينا بولي طلعنا بينا بولي I'm gonna go to the hospital.